أدى هطول الأمطار المتواصلة عبر ولاية الغرب الجزائري على غرار ولاية مستغانم إلى ارتفاع كبير لمنسوب المياه بسد شيليف إلى نسبة 100%. هذا السد سعته الإجمالية 50 مليون متر مكعب. نقوم في هذا النظام بملء سد كرادة المتواجد على بعد 8 كيلومتر، وهذا بواسطة محطة ضخ التي تقدر سعة ضخها ب 9.5 متر مكعب في الثانية، وخلال مدة شهرين، حيث من 1/12/2017 1 ديسمبر 2017، ونظرا لتساقط كمية الأمطار الأخيرة، حيث في شهر ديسمبر 64 ملم وشهر جانفي 47 ملم، مما أدى إلى ارتفاع منسوب السد وامتلائه بنسبة 100%. ولتفادي فيضانات السد، تم وضع مخطط استعجالي لتفريغ مستوى المياه بكميات منتظمة نحو الواد الذي يصل طوله إلى 700 كيلومتر. حاليا رانا نحروا المياه، يعني الزائدة، هذه المياه الزائدة نحروها نسبيا وحسب يعني المواصفات التقنية لاستغلال السد، إلا أنه يعني كان هناك يعني ديسبوزيتيف كما يقولوا، يعني اللي نقوم به أولا هو نخبروا ساكنة على مستوى ضفاف الواد شريف، وكذلك السلطات يعني المعنية كاملة، اللي يعني باش يعني هذا التحرير المياه تكون يعني تجوز يعني باتخاذ الاحتياطات. هذا وتدعو مصالح الموارد المائية الساكنة الواقعة على روافد الواد لتوخي الحذر من وقوع أي فيضانات.